حوار مع اللاعبين على حافة منطقة الجزاء قبل تنفيذ كرة من يان ساس في القائمة الأول والهدف الأول. جول الترجي، رودريغو رودريغيز يفتتح النتيجة للترجي في 5 دقائق أولى في المباراة. رودريغو رودريغيز يرفع عدد والتهديف إلى 5 أهداف في مرحلة البليوف. رأسية غالة الحارس صبري بن حسن، هذه الصورة وهذه الإعادة. يان ساس في الانطلاق، الكرة برجل يسرى بالراس بوم في شباك الحارس صبري بن حسن. 1-0 تتغير النتيجة منذ الدقيقة 5 للترجي. فرحة كبيرة لجماهير الترجي في المدرجات مع هذا الهدف الأول المسجل. نجاعة كبيرة لمهاجم الترجي، يعود لأسامة السيلي في أول لمس للكرة. اللاعب البديل في أول تغييرات المدرب ميغيل كاردوزو مخطئ التمريرة، فرصة للتعادل السياسيس وهدف التعادل. جول لنادي الصفاقسي 1-1 يعادل نتيجة دي بي هفوة كانت قاتلة في محور دفاع الترجي، ويعادل نتيجة دي بي 1-1 منذ تقريبا 40 ثانية في الشوط الثاني. معطى جديد مع انطلاقة الشوط الثاني، فرحة لاعبي السي اس اس، هفوة قاتلة في دفاع الترجي. ننتظر الإعادة، هذه الإعادة. مرر وتجاوز الحارس ثم صوب كرة في الشباك. 1-0 استغل تمريرة كانت تقصيرة في محور الدفاع وراوغ ماميش حتى الكرة في الشباك. دي بي يعدل النتيجة 1-1. فسخ وعاود من جديد في الكلاسيكو.